أنا من الجليل من إسرائيل، مفيد مرعي، العضو السابق في الكنيسة الإسرائيلي وأيضا ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي. أهلا بك سيد مفيد مرعي. نتحدث عن مخاطر حرب كان يمكن أن تندلع لتتوسع أكثر مما هي عليه الآن في لبنان يوم الأحد الماضي، لكن في المقابل بعد هدوء نسبي هناك عمليات الآن في الضفة، ما يزيد من المخاطر. هل تدرك إسرائيل أنها يجب أن توقف هذه الحرب أم يجب أن تصعدها على نقيض آخر؟ مساء الخير إلى كل الجميع. مساء النور. أولا تعقيب على الكلام اللي كان، عمليات السلام والأخ من رام الله والأخ من بيروت طرقوا لأنه الدولة اللبنانية وفتح حركة فتح اللي هن الممثلين للشعب الفلسطيني هن مش جانب بهذا الحرب. الحرب موجودة بالجهة الجنوبية مع حماس، بالجهة الشمالية بلبنان مع حزب الله. اللي عم بيدير الحرب هو إيران. حماس وإيران وحزب الله بدهم يمحوا دولة إسرائيل، وهن بقلب دول، والدول اللي هن مسؤولين عنهم مش عم بيطرقوا السلام. السلام بالعمل مع دول مش مع منظمات. هذا أول شيء. الوضع الحالي الموجود ميدانيا في مسارين، المسار العسكري اللي موجود بالشمال، والتصعيد اللي كان يوم الأحد. احنا بنحكي عن هدوء نسبيا، في هدوء نسبيا صح، بس هذا الهدوء ولا حدا بيقدر يضمن لوين هو بده يوصل. الوضع حساس، في تصعيد يومي بالجبهة الشمالية، في معارك عنيفة، في معارك شرسة يومية. أقل غلطة من أي جانب تقدر تؤدي لحرب شاملة مع لبنان، والحرب الشاملة مع لبنان بدها تكون طبعا حرب مش بس مع نصر الله كمنظمة بقلب دولة، بدها تكون حرب مع دولة لبنان. دولة لبنان بدها تدفع ثمن، المواطن اللبناني طبعا بده يدفع ثمن. من هذا المنطلق لما في حرب أو لما تبدأ الحرب، الجهتين بيعرفوا كيف يبدو الحرب، ولا حدا بيعرف كيف الحرب بدها تنتهي. صحيح. من هذا المنطلق انا بفكر انه المسار الدبلوماسي اللي هو مش عم بتقدم هو المسار الافضل، والمسار العسكري موجود على الطاوله. انا بفكر انه احنا موجودين على حفه تصعيد لوضع اللي يشابه حرب محدوده، او يمكن يكون حرب شماليه بالجهه الشماليه مع التصعيد. هل هناك أي توجه في إسرائيل لفصل هذه الجبهات أم أنها تراها مرتبطة؟ البعض يقول أنه لو توصلت إسرائيل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة لا توقفت كل مشاكل أخرى والصداع على الشمال أو حتى في مناطق أخرى. أنا بفكرش إنه في ارتباط بين الجهات، لأنه الأهداف بلبنان والحرب الشمالية وبالجبهة الشمالية هن غير عن الأهداف بالجنوب. الأهداف بالجنوب بغزة هو قضاء على حماس كمنظمة. أنا بدي أذكرك إنه لما إسرائيل طلعت من غزة، اللي سيطر بغزة هو حركة فتح. حماس عملوا حرب ضد حركة فتح واستولوا على السيطرة، سيطروا على غزة. الأهداف بالجهة الشمالية ترجيع كل المهاجرين واللي تركوا بيوتهم إلى الشمال، والعيش بالشمال بمنطقة الحدود مع لبنان بأمان، والواحد يقدر كمان تعيش ببلده وبيته، مش مهم إذا موجود على الجدار ولا موجود ببلد بعيد عن الحدود. هذا الوضع مش موجود بالشمال إسرائيل، مش موجود بالجليل، طبعا كمان مش موجود بالجبل الثاني بلبنان. كمان عندهم مهاجرين، وبالعكس المهاجرين اللي بإسرائيل موجودين بأوتيلات وعم بيعطوهم معاش. المهاجر بلبنان هو عبء على دولة لبنان وعلى سكان لبنان. من هذا المنطلق شكرا. أهداف هم أهداف غير. شكرا جزيلا لك سيد مفيد مرعي، العضو السابق في الكنيسة الإسرائيلية وأيضا الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، كنت معنا من الجليل.
نتابع معكم الآن مشاهدينا رأي الصحافة الأمريكية.